وانا شويه معاك بس كان دايما كده في حاجه اسمها شغل ده والمره الوحيده اللي استخدم فيها الشغل بوضوح شديد جدا جدا حصل ظاهريا هزيمه صح؟ انا عايز اقول لك الصوره تبدا انما كانت السيكونس الصوره لازم في شركة. يعني المسألة في هذا الوقت أحيانا تجي مثلا في ناس تصدق أسبوعين طب يوم راح أتصور. دخل من عايز. مثال الدور في سانت كاترين. هذا كان بيحكي. طبعا اللي هحضر النهارده اول مره خالص كان واحد امر خالص طيب هل انا مش انا الحمد لله بصوا حس الدرجه نفس الكلام يعني ديش طيب نفس الكلام جاي في نص شهر ديش طيب ده كان هتقول ان شاء الله يعني هقعد معاك بعد بس لحد الفيلم طيب هتحاول تكسب 10% 10% 6% 7% زي كده ما تقلقش يا جماعه احنا كنا خدنا اخر حاجه صح كده؟ اه ده حاجات قلنا فيها دي ديشن برايمري سمورا كده عمرو اي حاجه اسمها كمل شرح الأمس كل حاجة مش فاهم حاجة بس لو كان مش فاهم الأسئلة صح أنا مش عارف إيه بصراحة بيج 18 ده اللي هنبدأ فيها هل السور دي في كتاب ملونة يا جماعة ولا كده؟ انت بتعرف عجبتني نفس الرعب يعني عجبني نفس الموضوع ولا ايه؟ عجبني نفس الموضوع؟ ما شافش ال طبعا كيف سيرفس انا لا بس كده
في حاجه هيكروكس هتقول ليها فيتامين ازيوز عند حاجه صح كده مش مهم خالص بس الانستيزيا عامله الجن انستيزيا بتخلي يحصل مسس فاست عشان كده الانستيزيا خاصة الانستيزيا يعني بيعمل حاجه اسمها ريكفري مصر ريلاكسنس سكشن الكوني سكشن الكوني مش بيعمل الحركه دي وده تهجيز ضغط العين صح كده فاحب استخدم الانستيزيا دي ماتش عين بعد كده هستخدم الفيتامين عشان يعني هو حد ذاته مش بيعمل ماس كونتراكشن كامل فالضغط مثالي زي ما هو اصلا لو انت مش مهتم بالحته السبسات زياده يس يس عيني 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 ايه
above 30 بالاترال اسبيكت بالوسط ايش يعني شنو هذا ايش اللي اسمه كده البانكر ده هنا قلنا عشان يحصل فتح تكه بتاعتنا حضرتك يعني مع بعض الاثنين دول اتعرضوا لحاجه اسمها فيسيولوجيكال فاكتورز اللي هي اهمها دارتنس صح او ترانس اللي بتحصل على الفيوبل ولسه الفيوبل هيحصل ايه بعدها؟ هيلف الانجل صح يحصل ايه؟ لوك معلش يا جماعه اسمع كلمتين لوك اند ايرز بومبي بدأنا موضوع الفوطة حنفية صح كده؟ الروما ستيج عندنا حوض عندنا حنفية وعندنا بلاعة مفهوم عندنا ايرس فيه ضعف هي شغالة عادي جدا ايكوس عادي جدا صح كده؟ فنزل مرة واحدة حصل دي ثلاث كلمات واحد رابل روشن نور حيث باي ايرس ناس ديفنيشن موضوع باي ري اوبني خلص في السينما راح تنام اي حاجة زي كده رابل روشن ري اوبني ساعة كمان كده في الاتاك نفسها جونيك اتاك الضغط عيني كان مثلا 50 تعمل دي في كونيا قديمة العين اتخنق نور ادنس وانت اتخنق لا there is no redness لكتب في الامتحان بالنياب عشان هي ضربة no redness حتى سان مهمة يعني دي بعد كده السيمتوم ده عشان انت عندك كونيا قديمة حصل ايه H to B مكين H4 heading عشان acute rise of pressure H4 heading on life B4 learning of cognition صح كده عادة بنشوف المرحلة دي لا عادة بتيجي انت in between the attacks يونيت الامتحان عندها history of migraine او history of H to B هناك بتخش ضلمة وحاجة بس بقى هيدا كيلوز كده صح history of او اصلا symptoms دورك انت شخصها لوحدك شخصها ازاي كلمة واحدة بس حضرتك معيوب يعني شالها انت شيء بقى نعرف قلنا زمان كان في حاجة اسمها provocative test اللي هي dark form majority test صح كده شخصت الحالة كلمة صعبة عليها تاخدها ايه لازم راحة ليزر مرة راحة كان لازم surgery في اني عين؟ الرقم بتاعنا أربعة كم كلمة؟ أربعة بايلاترال بص اللي بتعمل ده هو كان رابل كلاشر كلوزر مش كده بص خناقه تقيله اقول في السينما الموضوع كبير قوي اللي حصل كان ايه ما نازله اهو خد ما نازله بقى غير صوتي ثاني صح لكن اسمع فكر معايا ما نازله ما نازله كذا مره واحده اكيوتي اهو توصل يا صادم ده يعني خليها حتى رابل او صدر كان صدر توتال كلوزر اوف ذا ايز ايه المشكله بقى ايه المشكلة؟ ايه اللي عمل فاشل توتال؟ فاشل اسليبس بيرفع حضنا فارش صح؟ توتال عملت كده صح؟ ما يلاد هيك مفيش بتعلق؟ 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 يحض الملأ؟ هيد اللي منه هاي قال لأ Is this eye congested؟ الاي دي هي مخرج عليها حاجة؟ لا العين دي بيسموها صعب الكتب This eye is strangulated هتاخد بجرام بعد كده حاجة اسمها strangulated hernia أصلا هي محتاجة مخنوق عليها هي مخنوق عليها خبز طيب الضغط عيني كام؟ والله 60 70 80 90 طبيب وضع عملية على إيه على إيه إيه المشكلة بقى؟ ضغط عملية على إيه على إيه على بعين هو إيه اللي كان بيخلي الأتاك ترجع تاني كويسة؟ إيه اللي أوبنينج؟ بيحصل إيه في العين؟ سفينكتر مالها مايوزس بيحصل مايوزس بقى تتعمل الضغط جوه العين 70 80 إيه رأيك في السفينكتر؟ البس اللي بيغذيها أخباره إيه؟ المفروض شغال أفل يعني في أوبنينج معانا جاي يحصل؟ لا جايالك جايالك اسمع ثلاث كلمات صدر اند توتال 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 رقم اثنين للاسف not followed by opening because the sphincter is ischemic from the very high pressure لازم الضغط يقل
ان حتى ايه قوم مش هيحصل لوحده، هتجي لك هتجي لك ازمه داخله قطع شوطه يا جماعه كام سنه كده؟ المرحله اللي قاعده في حتنا سادن لا ما تجابس يعني سادن توتال كلوزر اوف ذا ايرس يعني هانجل باي ذا ايرس. ثاني حاجه ايه؟ للاسف ذا ايرس سينكت بسكيو من هاي بريشر ما بترجعهاش تاني يا لك يا بمعنى وصل في وصل معايا يا جماعه؟ انا جاب سيمبتومز اند ساينز. بصوا بقى الدرس النهارده احنا بس السنه كلها هنخش بقيت حاجه اسمها ذا ريد اي سيندروم. في تحت كده حاجه اسمها ريد اي الحمراء. هم اربع حاجات اسمها دوت ريد اي سيندروم. شكوى موحده الفكره بتاعها من الساينس نفسها مش شكوى موحده. ايه شكوى؟ شكوى ده الرمض بصفه عامه اي بني ادم عنده مشكله في عينيه شكوى ايه؟ هل هو ايه؟ نادي وجعني؟ انا مش شايف؟ انا حمرا. بعد كده بحطها اسطمبه كده هاخدها دي في المنهج يعني بي دي ار شكل الريد اي في المنهج عندنا سيبك يا عمر ولا دي فور يلا دي فور ايه؟ دي فور افكت فيجن او دروب اوف فيجن صح كده؟ ار فور زد وانا مع سوبر ولا لا؟ كويس؟ كويس يا جماعه سامعني ولا مش سامعني؟ طيب ماشي طبعا احنا قلنا لك الريد ايس مع بعضه كل ريد اي بي دي ار ايه الفرق بينهم بقى؟ نسال بعض كده مثلا مثلا يعني حتى الكورنيا بتاعت عينيك مش كده؟ قلنا الكورنيا بتاعت بايه؟ سنسيشن قلنا اضعف من سكين كم مره تقريبا؟ 700 انت متخيل؟ بص يا جماعه اسمع بص عليا بص عليا كده يوجعني ولا لا؟ هي دي ودي ولا لا؟ صح يوجعني؟ طيب كده دي وجعتك اقول لك ايه؟ اي حته وجعاك والله بص دي وجعاني صح كده؟ دي وجعاني الكورنيا مش كده اصل الحته دي على بعضها بتاخد نص واحد بس نرج واحد بس الكورنيا مش كده الكورنيا عامله ازاي بقى ناخدها بالكورنيا ان شاء الله الكورنيا كده انت عندك حاجه اسمها ستروما تاكسس بيدي سب ديكتير تاكسس سب بومس تاكسس ديكتير تاكسس انتر تاكسس تعرف يعني ايه النرج كده عامل توسع كده توسع كده توسع كده توسع كده بحيث كل نقطه في الكورنيا فيها ايه عصب عامله بالظبط زي السنين لو كوني طورت دوت مجرد ما استاهل اتخطاها كل نقطه في الكورنيا فيها ايه عصب. عايز اقول لك ايه؟ لو واحد عنده مشكله في الكورنيا بقى وهيجي له وجع فيقول لك الكورنيا بتوجعني؟ لا انت بتحس ايه؟ نقطه نقطه صح؟ يعني شكوى مميزه جدا. في المنهج عندنا بقى انا عندي حاجه اسمها تريكينج بين او تيتشنج بين يعني دبابيس في عينيا. شمشات في عينيا قول له والله العظيم مشكلة فين؟ كورنيا. يعني ده تايب اوف كلايتس مش عايز عايز اقول عايز يعني. عايز في الاخر عنده كورنيا ابصر هي حمرا ولا لا؟ المنتهى بحمرة في ريد اي سندروم في ريد اي سندروم شكلته ايه؟ بي دي ار يعني اللي عنده كورنيا ابصر بي دي ار واللي عنده جلوكوما بي دي ار اللي عنده مثلا يوتيوتس بي دي ار فانا هفرق بالساينس دلوقتي الايم بتاع الكورنيا نوع ايه؟ ستيتشنج او بريكنج دي كده؟ لا هنا الضغط بقى ده ايه؟ 70 80 90 لان انا هشتكي من الوجع لان عندي وجع بقول لك عندي شكل عليا انت وصف لي ان واحد عنده 2 سم 2.5 سم هو ضغط 80 هشتكي من ايه؟ يقول لك ايه بالعربي يعني ايه؟ هتنفجر صح؟ لكن هي انا حاسس ان مش قادر على انا لازم تيجي ماسكه عليها تعملي على الكينا الستيج ده مش صالح بس كده عينيا هي حاجه مش قادره النص ده بالظبط عليا يعني شيلها لا مش شيل عينيا مش عايزها شيلها كنت واجع جامد بس كده بقى النص بتاعنا ذير از بين بس نوع بين ايه؟ بيرسي كلمه ديفرنت في الامتحان الحقيقه انا في حاله الامتحان في حاجه عامله بيرسي بين في مشكله جلوكوما ستيتشنج بين في مشكله كوني قصدي يبقى التايب اوبينيون معاك رقم واحد is a bursting pain due to stretch of the upper core عملت سوبر جامد قوي بس كده زي الباس بالظبط كده زي الدم وبعد كده حاجه جامده جدا لو نوع البين عندنا في الليجا بيرسينج يعني بيرسينج اي مشكله في الكورنيا خدها في الفاميلس لو دخل شويه ميه في الكورنيا بيعمل ريفلكس ايه؟ خدت بالك؟ ايه بلاد ده؟ ليفر ستاس كورنيا مش احنا نفسي لان عندها كورنيا قديمه ولا تفتكر؟ كانت كورنيا قديمه؟ اه طبعا كورنيا مليانه ميه مش كده يبقى عندها بلاد ولا لا؟ من الباب بقى دي بلاد بقى ايه الاكشن اللي هي دي؟ هيدك عندها بلاد روسباز لاك فيشن فوبيا هيدك بس ولا مش عايزين نرد طب ليه بوسامس قلت بلاد بس مش بلاد بقى؟ يعني عنده سنه سنتين شهرين اشتكي منها هو عنده هيدك؟ طبعا عنده هيدك هو اشتكي منها؟ لا ما تقصدش بلاقيك بس الطفل عنده بلاد هو عنده هيدك بس ما بلاش بعد كده عندنا ايه؟ قاعده عامه كين مع بعض بنقعد ها بيرستنج بين ريفلكس لا بس انا تفهم بس كده تمام بس كده فيما مش عارف احنا مش في الشارع كده تشوف منظر صعب شويه
حد ميت مثلا، حاجه ميته مثلا في بلد وحش قوي، ساعات المنظر ده غريب جدا. اخر احنا سؤال، هو جه دخل السايت انتربرينور بالبارتين، مش عارف شيء ريحه وحش قوي، فجاه جه دخل السمعت انتربرينور بالبارتين، لازم اخر اي بي جزء بيت زي البي جزء ده عطيه سنه. ساعات السمعت نفسها في كونكشن بتاع البرين ستام، بس كده ساعات البرين ستام في طب انا قاعد هنا الحين خلاص يا يعني اس في عندنا نيوكليات البرين ستام، بس كده مثلا في عضله وضع كده من الرقم عضله نفس الكلام. انا عايز يوجع جامد قوي، يوجع جامد قوي، من كتر الوجع جامد قوي ده العين نفسها بتيجي لعيبه مش رمض، تيجي سبايل البطن عامل كده بالظبط، ماسكه بطنها كده وبترجع من كتر البين. حاجه اسمها ريفلكس فوميتنج اند اكيوت ابدومن، ده ريفلكس ريجل ستيميليشن من فوق خالص سنترال. يعني في الامتحان عندنا لما اقول لك الحته دي فوميتنج معناها اكيوت ابدومن، هو دي يا ده حاله سنه، حاله اخر سنه بترفع حاجات استقبال وبترجع بس بطنها مش قادره. ايه دي؟ لكم ما تعرفش ظهر يعني كده. عندنا كل ده من ريفلكس بين. مع بعض تاني بقى، يبقى اول حاجه سيمتومز هاي بي دي ار بي 4 بين نو بيرستنج مع ريفلكس طمبه لا ده ريفرنس لاز لاكريميشن فوت فوق بيهدك، مش بس كده مع ايه كمان اكيوت ابدم اند بامب سام تايمز يعني كام سنه كده. دي بقى جت ديفكت فيجن بقى، لان نظرها هتقل جامد جدا. لو انت خدت بالك انا بعمل ايه؟ انا بطلع سلمه على البرودروما، البرودروما كان اتش تو بي مش كده؟ يعني كان هادك هنا تين وهادك صح؟ البرودروما كان بلورنج فوجي فيجن، هنا ايه؟ دروب اوف فيجن، عمال تطلع سلمه زياده صح؟ يا جماعه درجه اعلى هنا دروب اوف فيجن محدش بيصدرها خالص. ليه؟ ليه النظر قال؟ مش عين صوت ما بعرف ما بعرف بس انا حاجه جميله يعني سواء كده مع بعض يعني صح صح كده كون يا مدى دي ما جامده جدا. لكن اهم من كده الاوبت ده الضغط 80 زي ما داس على الجاس بتاع السنتر ده بس بتاع مين اوبت نيرف. عندنا مشكلتين اوبت نيرف اسكيميا اند كون دي دي ما يبقى الضغط هنا دروب فيجن فوقي دوري ولا سي في دروب فيجن. انا شايف ايه بالظبط؟ لكن بص حاجه مش شايفها عملي، انا ما في حضرتك مش عارف خالص لو شايف كده حاجه اه في حياه قدامي. طب دول كام؟ اثنين. اصل النيرف نفسه السلك نفسه ايه؟ ابتدى يموت خلاص. بعد كده من عندي حاجه مقطعه في الورقه كده سيفير جامب فيجن اب تو كاونتنج فينجرز كده او اب تو ايه؟ هاند موشن او اب تو حتى بي ال. ايه بي ال دي؟ بيرسبشن اوف لايت. عارف الدرجه ايه؟ ايه الدرجه اللي بعديها؟ نو بي ال. متخيل الموضوع مش هزار يعني انا شايفه كده او شايفه كده او مجرد شايفه الضوء لو درجة عالية شوية مش هشوف حاجة خالص. والله فيري سيريس. بس كده بعدين سيفير جامب فيجن ديو تو حاجتين. اوبتيك نيرف اسكيميا اند كورنيا ديزيز. اخر حاجة بدل ايه ده؟ دي رانكس. اصل كده الصوت اتخنق والمايك طلع منه. صح؟ دي اتقفلت. فكده يبقى عندنا سيفير ايه؟ رانكس. عندها هيروس لو شبهتها. هي نظرة وحشة قوي. فلو يعني شوية تبقى شايف الدنيا زاد او قدام مثلا. ده لو شايف حاجة لكن الجروب كانت واضحة جدا. كانت شايف طب كده يا جماعه الناس معانا سيلفر اون لاين تمام كده. نخش على الساينز بقى. ايه الساينز؟ اتعودنا دايما في الساينز اي مرض في العين نعمل ايه؟ من بره لجوه. طب كده مع بعض يلا. اول حاجه المنظر العام في الكونتنتايرا في ايه؟ ريدنس. العيان يقول لك ريدنس يعني ايه حاجه كده حمراء. الدكتور داخل معايا لو سمحت لازم تحدد فين الريدنس. يعني ايه الكلام ده؟ بصي معايا تيجي العين دي العين صح كده؟ كويس. العين دي بتاخد براند سبتايم كذا حته من احسن شايفين كده يا جماعه؟ شايفين ولا لا؟ شايفين؟ كويس. العين اهي صح كده؟ تحصل كده صح في الراي. الحته دي اسمها سيلفري بادي ايرس كرويد. صح؟ كويس. الجلد فيسلز اوف ذا اي بتبقى عامله جزئين. في حاجه اسمها سيستم، حاجه اسمها كرويد سيستم. الخلاصه يعني الحاجه اللي جوه العين نفسها احنا ما كانش قد تفصيل بس سبايك ذا اي. الحاجه اللي فيها تشاك. العين نفسها سبايك ذا سيلفري فيسلز. فين الفيسلز دي؟ مكانها فين اصلا؟ مكانها 4 مللي جنب الكورنيا. يعني لو كورنيا كده 4 مللي دايما دول الكورنيا بس موجوده هنا. بس كده اسمها ده انتيريور سيريالي بس صح كده؟ معايا؟ كويسه. لو عندي مشكله في العين بياكل جلوكوما بياكل كورنيا الالسر بياكل التاف ريبير تراك يعني مشكله فين؟ في الجلو وجلو نفسها. الاحمرار بيتفاعل معايا مين؟ اللي بيغسلني صح كده؟ اللي هو مكانه فين؟ مكانه جنب الكورنيا صح كده؟ فاللفظ يفرق جدا معايا لما بنتكلم على ريد اي سندروم. العين بيقول لك عينيها حمرا صح كده؟ انا اشوف بقى الدكتور انا اشوف ريدنس فين الاحمرار؟ يعني اول ساين ترجم دي الى مكان لو سمحت، دي اول ساين يا دكتور. لو انت عندك بص اللفظ سيركم كورنيا، يعني ايه سيركم كورنيا؟ يعني داي ما يكون او ليمبل نفس المعنى. سيركم كورنيا طب اني بسس سيريالي صح؟ اسمها كده سيركم كورنيا سيريالي
congestion. ده السايم بتاع تريبس. ان انا ما كانش مثلا كونجكتيفايتس، عنده كونجكتيفايتس، لان عنده كونجكتيفايتس التهاب ده كمان مش هنا خالص. مثلا في مرض هنا كده هو حاسس ان كونجكتيفايتس انجكشن كورنيكس. انا عايز اعرف الالتهاب مين بارض الحوار فين. بس كده اللي بيغذيه بين. وبعد كده يبقى انا اتذكر ان هو كلمه سيجري. تبقى عاجل. الحوار سيجري يعني ايه سيجري؟ يعني ده لما تقول الكورنيا يعني المشكله فين؟ في العين نفسها. بس كده يبقى رقم واحد تاني طبعا واحد جلوكوما مختار ولا لا؟ ثلاث حاجات دول ايه؟ عايز التهاب صح؟